ايه اللخبطه دي؟ يمكن دي اكتر جمله تناسبك لمريض برج السرطان. لخبطه، انت مش عارف اللي بيحصل ده المفروض يبقى اندهاش واميزنج ولا ارتباك واضطراب. تحس ان كله دخل في بعضه، تحس ان كله وقع على بعض. دي معنى كلمه اللخبطه دي اللي انت هتبقى عايشها في خلال الفتره يا مواليد برج السرطان. طاقه اللي هتبقى متواجده معاكوا فعلا طاقه غريبه. انت مش عارف المفروض الموقف زي ده تضحك ولا تعيط، مش عارف المفروض تبقى مبسوط ولا زعلان باللي حصل. تحس ان هو فين الدنيا، مالها، هو ايه ودي لفين. دي هتبقى الطاقة الاساسية اللي هتبقى متواجدة معاكم يوم مولود برج السرطان. بعض التحذيرات المهمة وان شاء الله خير. لكن قبل ما نتكلم، ايه هي التحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم في الفترة من يوم 21 يوم 27 شهر نوفمبر 2023؟ هطلب منكم الطلب المعتاد، اللي انا هحتاج منكم الدعم. الدعم ده هيجي عن طريق شير، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس، وكل ده بيساعدنا وبيدعمنا ان احنا نواصل ونتواصل في المزيد من الفيديوهات. ويا جماعه، الطلب اللي انا بطلبه ده غرض منه ان لوغاريتمات اليوتيوب بتساعد على انتشار فيديوهاتنا عشان توصل لاكبر عدد من الناس، وده بيساعدنا ايضا في عمل المزيد اكتر من الفيديوهات. يوم 21 22 القمر هيبقى متواجد في البيت التاسع، يوم 23 24 تواجد القمر في البيت العاشر، يوم 25 26 27 القمر هيبقى متواجد في البيت الحادي عشر. يوم 22 نوفمبر هيبقى متواجد الشمس، دخول الشمس في البيت السادس. يوم 24 المريخ في البيت السادس. تحركين في البيت السادس، وفي تحرك مهم في البيت ال11 وايضا البيت التاسع في الحوت. مبدئيا احنا بنتكلم على العمل، هيبقى في صعب شويه، عمل وقت طويل، اجهاد. ده تبقى الطاقه العمل اللي هتبقى متواجده معاكم، لكن ايضا محتاج فيها الدقه ضروريه جدا. ده بالنسبه للعمل. صبر، هيبقى عندك صبر اكتر خلال الفتره، لان انت عايز تسيطر على زمام الامور، فالصبر هيبقى مفتاح او الحل اللي انت هتستخدمه خلال الفترات. يمكن اخر حاجه نتكلم فيها بالنسبه للعمل، اللي انت حاطط شعار لا مجال للفشل، ان بالرغم من التحديات الصعبه اللي هتواجهها هتوصل لحل. لا مجال للفشل، دوت يعني شعارك بالنسبة للعمل في خلال الفترة. بالنسبة للصحة، هنا هنتكلم في تحذير بسيط. المناعة والضغط، أي حد في خلال الفترة بيستخدم علاجات ضغط رجاء واصبوا عليها. يعني بقول لكم الفترة مش هتبقى يعني فترة خير إن شاء الله، ما فيش حاجة مثلا ضرر أو كده، لكن اهتم بعلاج الضغط، اللي بيستخدم علاج الضغط او علاجات المناعة بالاخص. علاجات المناعة مهمة جدا ان انت تستخدمها خلال الفترة. بشرة خير بالنسبة لاي حد مقدم على سفر، او مستني اوراق قنصلية، او مستني اوراق رسمية خاصة بمعاملات قنصلية. ان شاء الله فرصتك هتبقى كبيرة جدا. لو انت مستني اي قرار خاص باوراق قنصليه في خلال الفتره، هتبقى فتره جميله مهمه جدا، هيبقى فيها تغيير يعني 180 درجه بالنسبه لحاجات كتيره في السفريه دي. فان شاء الله بالنسبه لاوراق القنصليه والسفر، في ان شاء الله اخبار جيده هتسمعها. يمكن الطاقه اللي هتبقى متواجده عندك هتبقى في ثقه زياده بالنفس، ده هيولد عندك جراءه ان انت تبدا تخش في مغامرات او تخش في حوارات انت كنت بتتجنبها. ويمكن ده الوقت اللي انت تقول لها هخش، ده انت داخله بقلب. فيا مريض برج السرطان، الفتره كاجماليه مش وحشه. تحذيرات ايضا هنتكلم عليها، لكن الفتره كاجماليه خير. استشاره للمتخصصين، يمكن ده اهم نقطه انتوا لازم تكون على درايه بيها خلال الفتره يا مريض برج السرطان. لو انت داخل على خطوة او موقف جديد، مهم جدا الاستشارة للمتخصصين. اذا كانت حاجة جنائية استشير رجال القانون، حاجة خاصة مثلا بالصحة استشير الطب. كل ادي لكل واحد، يعني كل واحد في مكانه. ده مهم جدا في خلال الفترة دي يا مواليد برج السرطان. بلاش تقدم على موقف جديد في موقف حاجة بالنسبة لك قليلة الخبرة، دي ممكن تقلب الدنيا معاك رأسا على عقب. يمكن ده أقوى وأهم تحذير هيبقى متواجد معاكم في خلال الفترة.
ما تقدمش على حاجة غير لما انت تكون متأكد منها 100%. بالنسبة للفترة دي بالأخص، يعني من يوم 25 و26، في شخص هيظهر في حياتك. الشخص ده ممكن عن طريق هتقابله في منطقة غير رسمية، يعني ممكن تكون مثلا في منطقة اجتماعية، في محل تجاري، في موقع، يعني مش الموقع الروتيني، مش موقع عمل مثلا، او موقع اللي انت دايما مثلا متعود ان انت تروحه كل يوم. لا، هتبقى في موقع استثنائي، ممكن مثلا في فرح، حاجات زي كده. الشخص ده هيبقى ليه دور كبير في ازاحة حمل كبير عليك. يمكن دور ده هيبقى بنصيحة، هيوجهك لطريق انت مكنتش شايفه، لكن الشخصية دي انت نفسك هتتفاجئ ان الشخص ده ما يعرفكش يعني من فترة طويلة، وقالك الصح في كلمة ونص. يمكن ده هيبقى عامل جذب ليك ايضا للشخص دوت. انت ازاي وصلت للحل ده؟ فان شاء الله يعني دي هتبقى بشرة خير ايضا بالنسبة لإزاحة لحمل كان حاجة واقفة في زورك، يعني حاجة مش نازلة لك، يعني تعباك. في حمل ان شاء الله هيبدأ ينزل من عليكم يا مواليد برج السرطان. مواليد برج السرطان، الفترة بوجه عام فيها حظوظ مهمة، اذا كان مثلا القمر تواجده في البيت التاسع بيت الحظ، او اذا كان مثلا في علاقتك مع في البيت مع الناس من حولك بسبب تحركات المتواجد عندكم في البيت العاشر. وايضا بالنسبة للشمس والمريخ تواجدهم في بيت العمل والروتين اليومي بتاعكم، ده هيولد نوعا ما، بالاخص ان احنا بنتكلم على المريخ بيت كوكب الحرب، وبنتكلم على القوس بالشمس، الاتنين ناريين، فاحنا بنتكلم على طاقة عالية جدا في العمل. فانت هتلاقي الليلة كلها متواجدة عندكم في العمل في خلال الفترة دي يا مواليد برج السرطان. هيبقى فيها ضغط كبير، هيبقى فيها حمل يمكن زيادة عن الطبيعي بالنسبة للعمل، لكن بوجه عام ان شاء الله هتبقى فترة خير، لان تطلع منها بإثبات جدارة في حاجات كتيرة جدا، وهتنال اعجاب مرؤوسيك في معظم المجالات. مواليد برج السرطان، ان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه. كده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ولكن ليس نهاية الكلام، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى في الأيام القادمة هنتكلم أيضا على توقعات اللي هتبقى ناتجة عن تحركات القمر، وأيضا تحركات الكواكب اللي هتبقى أيضا متزامنة مع الأرض في الشهر الجديد في شهر ديسمبر 2023، آخر شهر في السنة. وإن شاء الله تبقى نهاية سنة سعيدة عليكم، وبداية سنة أسعد بكتير إن شاء الله من هذه السنة والسنين السابقة. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، أتمنى تنال إعجاب حضراتكم، وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم محتوى كان إعجاب حضراتكم، هحتاج منكم الدعم عن طريق شير، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.